يقول السائل: رجل استمتع مع زوجته في نهار رمضان ولكن بدون قذف أو إلاج ولمدة 9 أيام، فما الحكم وماذا يفعل؟ إذا كان استمتع بدون إلاج وبدون إنزال فإنه يأثم بهذا، لكن صيامه صحيح لأنه لم يحصل منه جماع ولم يحصل منه إنزال مني، فصيامه صحيح لكن يأثم بالرفث الذي هو مقدمات للجماع كاللمس والقبلة والكلام، هذا يأثم به الصائم، لكن صيامه لا يبطل بذلك. الصيام لا يبطل إلا بأحد أمرين: إما بإنزال المني، وإما بالجماع وهو العلاج في الفرج.